كاين تبارك الله مجموعه من المشاريع. حنا ما بغيناش نساليو هذه الولايه الا ما ساليناش الشوارع كلها والازقه كلها ديال سيدي بليوط. اذا كل عام حنا كنطرقوا لواحد المجموعه من الاحياء. كل عام عندنا دابا هذا العام تقريبا في 2023 درنا غادي نديروا جوج الاحياء ولا ثلاثه. في 2022 درنا جوج الاحياء، درنا بنجديه ودرب عمر ومازال ما ساليناش. ان شاء الله غادي نحاولوا ما امكن من هنا الاخر ديال الولايه نكونوا سالينا جميع الازقه والاحياء ديال تراب سيدي بليوط، بما فيها البنيه التحتيه، بما فيها الارصفه، الزفت، الاناره، تطهير السائل، يعني كل ما يتعلق بالبنيه التحتيه. حتى المساحات الخضراء ان شاء الله غادي نخدموا عليها. زيد على ذلك الاسواق، عندنا واحد ان شاء الله غادي في الدوره العاديه دابا اللي جايه غادي يكون عندنا عرض على الاسواق اللي كاين في تراب سيدي بليوط، وهذا العرض هذا غادي نخرجوا به بواحد التوصيات وغادي نخرجوا بواحد المستنتجات اللي هي اعاده الهيكله ديال الاسواق الجماعيه باش تولي عندها واحد الجماليه، واحد الجاذبيه اللي ما بقاش اللي فقداتها دابا حاليا. دابا المواطنين راه كيمثلهم المنتخبين اللي صوتوا عليهم، اذا المجلس المقاطع عارف فيه منتخبين اللي كيهضروا على المتطلبات ديال الساكنه. ملي كيجي انا ملي كنجتمعوا في الدوره اولا في اللجان، المنتخبين اللي جايين من التراب ديال سيدي بليوط من الاحياء ديالهم كيطلعوا لنا المعلومه وكيقولوا راه خاصنا وخاصنا. اذا عن طريق هذاك المخصص الاجمالي اللي عندنا والموارد الماليه اللي عندنا كنحاولوا نديروا اولويات. حنا عارفين كلنا بان مع الوقت راه الحمد لله الوقت كيدوز دغيا وكلشي كيدار، شويه ديال الصبر شويه ديال الصبر راه كلشي غيدار. يعني الا ما دخلناش لهذا الحي هذا العام راه غندخلوا ليه العام الجاي، ما يمكنناش نديروا كلشي في نفس الوقت. وهذا حتى بالنسبه للسكان راه ماشي ساهل، ما يمكنناش حنا نقلبوا الدار البيضاء كلها اشغال. منين غيدوزوا هاد الناس؟ فين لا سيركولاسيون؟ فين الامن؟ فين يعني ما يمكن بحال دابا حيقولتي حنا خدامين عليه في مجموعه من الاماكن، راه صعيبه على السكان، صعيب عليها الصداع، صعيب عليهم لا سيركولاسيون، صعيب عليهم مجموعه من الاشياء، اكراهات اللي هي عمليه يوميه. ما نقدروش حنا نخدموا في التراب كله، الا درنا اشغال في التراب كله كيفاش غادي نديروا حنا باش نتنقلوا؟ هذا هو المشكل الكبير.